جرجاش لا سبيل أمام قطر للخروج من الأزمة إلا تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار. تحالف إخواني حوثي برعاية قطرية للانتقام من اليمن. مسؤول إيراني أمير قطر السابق حذر طهران من سقوط الأسد. شاحنات تركية تعبر موانئ إيران لإرسال مواد غذائية إلى قطر. عقوبات اقتصادية تستهدف استثمارات قطر. وزير الحج والعمرة السعودي: وفود الحجاج القطريين تتدفق عبر سلطنة عمان والكويت.